بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نتكلم بإذن الله تعالى عن أمر خطير جدا وهو التطير التطير هو التشاؤم بمرئي يعني أشياء يراها أو مسموع أشياء يسمعها أو معلوم يعني ازمنه وامكنه تطير بها بعض الناس يعني تطير ببعض الامكنه يقول لا امشي في هذا الطريق، لا انام في هذا البيت مثلا او بزمن محدد يقول هذا اليوم يوم السبت انا لا اصنع فيه شيء من الاشياء مثلا او هذا الشهر شهر كذا مثلا لا اتزوج فيه ولا اسافر فيه. اذا التطير هو التشاؤم بمرئي او مسموع او ازمنه وامكنه معلوم. التطير الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الأكبر التطير هو حال المشرك والمنافق نسأل الله عافية السلام فما هو حال المؤمن؟ حال المؤمن التفاؤل أنه دائما يتفاءل ولا يتطير يعني لا يتشاءم المسلم إطلاقا فما هو الفرق بين الفعل والتطير؟ الفعل هو الكلمة الطيبة والتطير عرفنا هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أزمنة وأمكنة الفائل مستحب والتطير شرك أصغر وقد يصل الأكبر الفائل حسن ظن بالله والتطير سوء ظن بالله الفائل يوجب انشراح في الصدر ويعطي أن النفس يعني طمأنينة وراحة أما التطير انقباض في الصدر الفائل حال الموحد حال المؤمن التطير صلى الله عليه حال المشرك والمنافق والتطير قد يعني جاء عنه انه ما امضاك او ردك يعني ما جعلك تمضي في هذا الامر او ترجع يعني هو متردد الان يسافر او لا يسافر فماذا يصنع؟ ينظر في بعض الاشياء يخوف الطير مثلا ياخذ بعض الاوراق مثلا يقطعها وكذا فاما ان يمضي او يرجع بسبب هذا الفعل فهذا هو التطير ما امضاك او ردك يعني ما جعلك تمضي او ترجع لكن الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع لكن تسمع كلمه وتفرح بها دون ان يجعلك هذا الامر تمضي او ترجع مثاله يعني عندنا بعض الاشخاص تقدم لخطبه امراه مثلا وسأل هو متردد الآن هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوج فماذا يصنع قال يسأل عن اسمها إذا كان هذا الاسم حسن قبل الزواج فهذا معناه أنه على ما قيل ما أمضاك إذا هذا تطير الآن عندما سأل عن الاسم وجد أن الاسم هذا اسم حسن وإذا سأل عن الاسم وجد هذا الاسم اسم قبيح ترك نكاح هذه المرأة هنا هنا ينطبق عليه ما أردك إذا هنا رجع إذا تطير بعض الناس يتطير يأخذ وردة مثلا ويقول أتزوجها لا أتزوجها أتزوجها لا أتزوجها،, أتزوجها أتزوجها هذا تطير أيضا بل هو استقسام بالأزلام يعني أسافر أو لا أسافر فيذكر عندنا بعض الناس بعض الأرقام يقول هنا مثلا واحد إلى مثلا إلى عشرة يعد والذي يقع عليه العشره هو الذي يصنع هذا ايضا استقسام بالازلام البعض ايضا يتطير بالمصحف يفتح المصحف ثم ينظر في المصحف وقع نظره على ايه فيها رحمه مضى في هذا الفعل ايه فيها عذاب رجع ايضا هذا تطير اذا لا يمكن ان المسلم يتطير المؤمن دائما يتفاءل ويحسن الظن بالله لان الامور بيد الله سبحانه وتعالى والذي يقدر الأشياء هو الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده إلا خيرا فنرضى بالقضاء والقدر ولا نتطير ولا نتشاء فما هو علاج التطير لأنه قد يرى الإنسان أشياء قد أحيانا يقع في قلب شيء فماذا يصنع علاج التطير أولا يكون بدراسة التوحيد الثاني أن يتوكل على الله يعني يصدق في اعتماده على الله سبحانه وتعالى ويثق بالله سبحانه وتعالى ويأخذ بالاسباب المشروعه. يتوكل على الله يذهب الله سبحانه وتعالى أي يذهب الله سبحانه وتعالى ما يقع في قلوب العباد من التطير بماذا؟ بالتوكل. يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يجعل هذا الذي الأشياء التي يراها أو يسمعها أو يكون بعض ببعض الأزمنة وأمكنة لا تجعل هذه الأشياء يمضي في هذا الأمر أو يرجع هذا ما أردنا التنبيه عليه في هذه الساعة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم